هو عذبني 3 سنين، انا عذبته 3 ايام عشان تقعد نتناقش ونتكلم ونقعد تحكي لي واحكي لها لا تقنعني لا اقنعها وفي الاخر كلمتين اللي تمشي لا 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 هاتلها في الغلط هاتلها حتى في الغلط ما انا عايشه مع ابوك طول عمري في الغلط تمسك جوزي تقعده على الكرسي وتربطه مش عايز اكتر من كده. اهلا بيكم، تعال نشوف قصه دلال. دلال هي قصه ماساويه وتجسيد لعلاقة سيئة بين الزوج وزوجته. وأنا قلت لكم وكنت صريح معاكم من أول ما تكلمت في مجموعة من الحلقات وقلت لكم يا جماعة أنا معني أساسا بالعلاقات الزوجية والخلافات المترتبة على العلاقات الزوجية السيئة، وقلت لكم أن العلاقة الزوجية هي ترس في آلة كبيرة ما كانش يبقى فيه هارموني وتناسم وتناسق في الحركة هيحصل خلل في المجتمع كله. معظم القضايا من أول القتل للسرقة للاغتصاب لكلها دي لو احنا فكرنا فيها نلاقيها في خلل في الأسرة المصرية، لا بين الزوج والزوجة لا بين الزوج والزوجة، وازاي ما يعرفوش يربوا أولادهم. كل المشاكل لو عالجنا الزوج والزوجة وازاي العلاقة تكون بينهم المجتمع كله هيصلح حاله، وده اللي أنا بركز فيه في حلقاته كلها، العلاقة بين الزوج والزوجة. لو حسنت العلاقة والله المجتمع كله، هو البلطجي بيطلع بلطجي منين؟ ما لقاش أب وأم يربوه. الحرامي طلع حرامي ليه؟ النصاب طلع نصاب ليه؟ أكيد لا لا القدوة السيئة في والده أو في والدته. الست اللي بتروح الدعارة ويبيع جسدها لكل صاحب مال، ما أكيد لما لقيتش أمها تعرفها الصح من الغلط، ما لقيتش أب يقول لها عيب وده مش عيب، ما لقيتش حد يقول لها الله قال والرسول نبه والدين بيقول وفي جنة وفي نار وفي عذاب وفيه وفيه وفيه. لو لقيت ده كله كان الأمور كلها تحسنت. فبالتالي أنا شايف إن أنا بقوله هو بيعالج مشكلة كبيرة جدا هي المجتمع. لو عرفنا نربي ولادنا، لو عرفنا نكون أكون زوج صالح وتكون الزوجة زوجة صالحة، والله ما تحصل لا هنلقى المنحرفة ولا هنلقى النصاب ولا هنلقى القاتل ولا ولا، لأن في الأول أسسنا صح. يعني هتقولي واحد مقاول بيبني برج يكشي تكون 1000 دور ولا 100 دور، بس ما أسس الأساس صح، هل ممكن شوية طوب ولا شوية هوا ولا شوية عصير يوقع البرج؟ مدام متأسس صح هيقاوم أي عصير. هي الأسرة المصرية كده، لما تكون مبنية على أساس صح واختيار صح وموفق وتربية أولاد صح، سيب المجتمع بقى براحته، هيطلع الطفل السليم والعقل السليم والجسم السليم، وهيطلع العالم والمفكر والأديب، لأنه كله طالع أساس صح. إيه اللي حصل مع دلال؟ دلال زيها زي أي بنت، كل أب وكل أم بيتمنوا يشوفوا بنتهم عروسة، لكن للأسف لما بيكون الاختيار سيء بتبقى المشكلة كبيرة. للأسف الأب كان كل همه يجوز بنته علشان يزيح حم من على كتافه. في ناس بتشوف إن البنت بالنسبة له عار عايز يخلص منها، عايز ينزلها من على كتافه يرميها على كتافه أي راجل تاني ويقول لك ياه كان هم على قلبه وزيحته. سبحان الله، رغم إن البنت لما نربيها تربية صح بتاخد أبوها بإيده كده تشده تدخله الجنة، لكن ما بنفكرش في الاخر. اتقدم لدلال سامح وابوها ما صدق، لا راجل، قال له خدها يا ابني 1000 مبروك. وفعلا اتجوزت من اول يوم عذاب واهانه. لو اتكلمت انت ما تتكلميش، اللي اقول لك عليه اعمليه من غير نقاش. يا سيدي ليه؟ طب ما نتكلم مع بعضين. لا ما تتكلميش، وانا متجوزك عشان تتكلمي؟ اقول لك شمال حاضر، يمين حاضر، لو قدام حاضر، ارجعي بظهرك حاضر، لكن ما سمعش كلمة لا أبدا. يعني يجي البيت إذا لها مولع التلفزيون، ما توطي التلفزيون ده شوية، تقول بسمع المسلسل. أنت بترد عليا؟ أيوة بترد عليك، بتقول لك إن هي بتسمع التمثيلية أو المسلسل. لا ما تردش عليا. لو بتتفرج مثلا على أي حب برنامج يقلب عليه، لو اتكلمت أنا بتابعه. وتتابعين ليه؟ قومي هاتي لي الشبشب. طب ما هو الشبشب قدامك. أنت بترد عليا؟ في ناس فاكرة ان انا لما بتجوز بجيب عبدة او بجيب واحدة اشتريتها، او امي مفهماني ان دي الكلبة اللي احنا جايبينها لك علشان ترعى الغنم عندك. ايه الكلام الفاضي؟ دي مخلوق لها مشاعر، لها حسيس، لها خاطر، لها فكر ولها عقل تتناقش بيه وتتكلم فيه. يقولك لا هو انا متجوز فيلسوفة، هو انا متجوز واحدة عشان تقعد نتناقش ونتكلم ونقعد تحكي لي واحكي لها لا تقنعني لا اقنعها وفي الاخر كلمتين اللي تمشي لا 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 اللي قول عليه يمشي. صحيح، شوف كلنا نحلم، يعني خلينا صراحة، وانا دايما بحب اقول الصراحة. انا شخصيا يعني انا لما احب دايما مش ناقص انا بقى صداع وجع قلب،
يعني نتناقش، بس نتناقش امتى؟ لما يكون عندي الوقت وعندي الحالة المزاجية اللي تسمح بكده. لكن لما اكون متعكنن او مزاجي مش مظبوط، لازم ان الزوجة تتحملني. هي دي الزوجة. يعني بنتكلم في موضوع وانا واخد قرار فيه، ما ينفعش تجادلني، لان في الاول وفي الاخر كلمة الراجل ومتعارف عليه هي اللي بتمشي. مجتمع ذكوري مش مجتمع ذكوري، مجتمع عربي مجتمع مش اوروبي، لا، لكن هو متعارف عليه ان كلمة الراجل هي اللي بتصير في الاخر وهي اللي بتمشي. فبالتالي ده ما يعنيش ان الواحد ما يتكلمش مع زوجته، ما يتناقش معاها، ما ينفعلش حتى معاها، يسمعها وفي الاخر اقنعها او تقنعيني، لكن في الاخر الكلمه كلمتي. اقنعتني ماشي، اقنعتك ماشي، لكن احنا الاثنين لا انت مقتنعه ولا انا مقتنع بكلامك، لا، يبقى في الاخر لازم تبقى عارفه ولازم اهلك يعرفوكي ووالدتك تفهمك ان كلمه الزوج هي اللي في الاخر لازم تمشي، لان المركب اللي بريسين هتغرق هتغرق. لو انت فاكره ان انتوا الاثنين في مباراه وانت لا هو يدخل جول لا تدخلي جول، هي مش مباراه، ده المفروض ان احنا فريق واحد، يوم ما نحرز هدف نحرز واحنا الاثنين مع بعضين عشان نفوز. لكن انت وانا، انا الاهلي وانت الزمالك، مش هينفع، مش هينفع، لان هنطلع كارت احمر لبعضين والاولاد هي اللي هتعاني في الاخر. فلازم الزوجه تعرف اتناقش معاكي، تقنعيني او اقنعك، ده شيء جميل جدا. لكن يا بنت الحلال، لو انت ما اقنعتكيش ما اقنعتنيش وانا ما قدرتش اقنعك، لازم تبقى عارفه ان اللي في الاخر كلمتي انا اللي تمشي وعن طيب خاطر، ولازم تبقى انت عارفه كده. طيب لو هي من النوع اللي لازم كلمتها هي اللي تمشي واللي مقتنعه بيه هو اللي صح والباقي غلط، لا، هنا ستوب بقى، هنا هتبقى الماساه على الاسره نفسها كلها، سواء الاولاد او انت وزوجك. طيب ايه اللي حصل؟ دلال للاسف هي وقعت من النوع الراجل اللي هو مش السيد، لكن السيد احيانا بيحب يسمع، هو على طول بره مع اصدقائه، بره تعبان في شغله، بيجي مش عايز يسمع غير كلمه حاضر، حتى لو كانت حاجه غلط، اي حاجه يقولها حاضر. لو حب الدلال ان هي ترد او تقول له او تعدل او توجه او تقول له تاخد بالك، لا، ما فيش الكلام ده، هو قال لها، قال لها حتى لو غلط اسمعي كلام. طب لو هي قالت له ده غلط، مش ممكن، ده ممكن الموضوع ده ينزل فيها ضرب. فلقت حياتها في خلال 3-4 سنين مجازر، كل يوم ضرب وإهانة، جسمها ما بقاش حتى يستحمل الضرب، بتقول لك أنا من قبل ما بيضربني كنت بدخل في إغماء على طول، لأن أنا عارف أنه هيفضل يضربني لغاية ما يغمى علي، فمجرد أنه يدخل علي عشان يضربني كان بيغمى علي، يعني كانت بتجيب من الآخر، كان في لو بتستحمل الضرب لغاية ما بيغمى علي، يجي شريطها من شعرها رماعه سير لغايه يوم الصبح تفوق. فهي من كتر ما عرفت المسلسل ده، مجرد ما بيقرب منها هي تلقائيا كان بيغمى عليها. طب طلقني، مش هطلقك. طب ما هو دي مش عيش، ينزل فيها ضرب. راحت لامها قالت لها كلنا كده يا بنت، ما تسمع كلام، قالت لها في الغلط، قالت لها حتى في الغلط، من عايشه مع ابوك طول عمري في الغلط؟ قالت لها طب دلوقتي مش قادر اعيش، بيضربني بيهني بيعذبني. قالت لها خلاص شوفي هتعيشي فين، لا بيت ابوك يستحملك ولا حد فايجلك ولا لقمتك موجود، عاجبك تعيشي مع جوزك عاجب، مش عاجبك اتطلق بس ابعد عني. يعني لا بيت اب وام ولا لا زوج بيسمع وينبه ويحاول ان هو لا تقنعيني لا اقنعك، لا كلمته هي اللي تمشي. دلال لقت ان هي 3 سنين معاناه شديده وذل ومهانه، وكان دم بيتفنن ان هو يذلها، لدرجه ان هو ان هي كانت بتقول هو لما كان بيحب بقى ان هو يعني يعاقبني كان بيهجرني في الفراش ويروح يبيت بره. هو كان احسن ايام حياتي ان هو كان بيسيبني، هو كان يتقال له ضاع عقاب ليا، انا ما بغيتش، هي نفسها بتقول ما كنتش بطيء ريحه نفسه، ما كنتش باحلم غير بقرفه، يضربني وانا صاحيه، احلم انام بيه وهو بيضربني، فحياتي كلها اصبحت عذاب في عذاب. فقالت خلاص انت مش عايز تطلقني؟ قال لها لا. قالت له خلاص براحتك، لكن انا هتطلق. قال لها خلاص هتطلقي هتخلعي هجيبك هموتك. فلقت ان مفيش مناصه وبد، فقالت خلاص ما دام الحياه كلها ضرب واهانه يبقى انا لازم قبل ما انفصل عنه ابين له كل البشاعه اللي هو عملها فيا عليه هو. تعمل ايه بقى دلال؟ كانت في بيتها ويشه وسلسله وبتاع شويه دهب، اي ست بيكون عندها دهب، راحت باعتهم وراحت اتصلت بواحد بلطجي قالت له انا مش عايزه منك حاجه، انا كل العمليه اول ما اتصل بيك تعالى البيت، كل اللي تعمله انا مش عايزك غير انك تكتف جوزي في كرسي وتسيبه لي. قال لها بس كده؟
مش عايز اضربه اكسر لك دراع اكسر لك رجل بفلوسك. قالت له لا، انا كل اللي عايزاك اول ما اتصل بيك تدخل البيت افتح لك الباب تمسك جوزي تقعده على الكرسي وتربطه، مش عايز اكتر من كده. الله حاضر. بالفعل دخل الزوج لقى دلال بتعمل ايه يا زفت، هو كان دايما مسميها زفت. قالت له ما عملش حاجه اديني قاعد لو بتفرج على التلفزيون ومستنياك. قال لها طب غوري جهز العشاء. قالت له حاضر. طب خايه جت الجاهيه في اللي بتطبخ بتنيل كانت امك لسانه كده على طول. حطت له الاكل واتصلت بالراجل. عقبال ما خلص اكل الراجل جه، مين اللي بيخبط على الباب؟ قالت له اكيد واحد من اصحابك. فتح الباب راجل قدام، قال له خير؟ قال له خير. راح مزجه ومدخل جوه، نزل في الزوج ضربه راح مقعده على الكرسي وربطه. قال لها اي امر تاني يا ست دلال؟ قالت له بس مش عايزه حاجه اكتر من كده. الراجل طبعا ايه ده انت جايب لي بلطجي؟ قالت له شوف 3 سنين كل يوم ضرب وهنات، انا مش هقول لك هعيش معاك 3 سنين اضربك واعذبك، هم كلهم 3 ايام، هطلع في كل سنه من اللي انت ورطه لي في يوم هطلعه عليك. فعلا ابتدت تتفنن بقى كل يوم. اولا هي مربوط ربطه كويسه، كل يوم تسخن سكينه وتيجي مشوه وشه، بعد كده رجليه ما خليتش جسمه. تاني يوم عذاب غير عادي بقى، تجيب الملح مطرح السكينة والمعلقة اللي بيسخنه وجسمه كله ملتهب تحط ملح تخلي الراجل مش طايح حياته. تالت يوم راحت جابت السكينة قطعت فيه وهو عايش لغاية ما مات. وراحت بعد كده للشرطة قالت لهم ادي جوزي عذبني 3 سنين عذبته 3 ايام، يبقى مين اللي يتحاكم انا ولا هو؟ حتى القاضي وهو بيتناقش معاه، ودي كانت من الاشياء الجميله ساعه صدر القاضي لما خلى دلال تتكلم، قالت له معالي القاضي يا سياده القاضي انت هتحكم عليا، بس قبل ما تحكم عليا اسالني انا عملت كده ليه؟ هو عذبني 3 سنين انا عذبته 3 ايام، مين اللي يتحاسب هو ولا اسالوني هو انا عملت فيه ليه؟ كل سنه شفت فيها مرار، كل سنه شفت فيها عذاب، كل سنه شفت فيها اهانات، انا طلعت اللي كل اللي عمله في 3 سنين في 3 ايام، وانا المجني عليا مش هو، انا اللي تقتلت وتعذبت 3 سنين، هو ما تعذبش غير 3 ايام، تحكم عليا بيا قاضي. الله هتعرف الحكم اخر الجلسه. حكمت المحكمه على دلال بالاعدام شنقا، بس هي كانت ميته وهي سعيده، او هي خدت الحكم وهي سعيده، وهي سعيده فرحانه، حست انه حكم الاعدام ده جالها ماشي راضيه بيه، بس على الاقل هي شافت 3 ايام من اسعد 3 ايام في حياتها لما كانت بتعذب جوزها وطلعت عليه الام 3 سنين عاشتها معاه. شفت لما تكون العلاقه بين الزوج والزوجه بتبقى سيئه بتوصل لايه؟ دي مش زواج، ده كان انتقام، كان جبروت من راجل ثم جبروت من امراه، ردت له عذاب 3 سنين في 3 ايام بس بشكل فيه نوع من الانتقام بشكل شرس جدا. انا ما ملومش على الزوجه لكن هي مجرمه، لكن الوم على الزوج رغم ان هو مجني عليه لان هو اللي وصلها للمرحله دي. الزوج هو اللي يخلي مراته ملاك وهو اللي يخليها عزرائيل الموت، هنا هو اللي خلاها كده، هو اللي يتحاسب على كده. صحيح القاضي بيحكم بورق ودي جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، لكن مين السبب؟ الزوج هو اللي يندافع، هو المفروض يتحاسب كمان معاه رغم ان هو المجني عليه. ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.